رسم المساقط على برنامج سوليد ووركس. طبعا كنا خلال هذه المحاضرات اليوم والسابقة كلها رسمنا كل القطع التي نحتاجها في تجميع الأسامبلي رولر بيلت رولر، ولكن قبل التجميع سنقوم بشرح طريقة رسم المساقط على بعدين كده مع المقاسات وكله. أول خطوة هنا هي رسم أو تحديد حدود الـ A4. طبعا هنا الورقة A4 والكلام ينطبق على الـ A3 أو غيرها من الفورمات. هنا لابد من رسم تحديد كيف نرسم البرواز الخارجي هذا والتايتل بلوك عشان نحفظه زي ما نقول موديل قبل أن نمر إلى رسم المساقط. نبدأ كالتالي: على برنامج سوليد ووركس راح نفتح جديد، لكن هذه المرة راح نفتح آخر شيء drawing وليس part drawing. نضغط على drawing. أوكي، هنا يطلب منا إيش الـ standard size اللي تبغاه. تمام، طبعا احنا شغالين على A4 ISO. الـ A4 ISO هنا يجيب لنا template يعني by default title block وكله by default. خلينا نقول أوكي، لكن احنا راح نعمل إيش؟ راح نعيدهم كلهم. طبعا المقاسات الـ A4 هي 210 في 297، كله اوكي. نضغط على اوكي. تمام، جانا موديل الـ A4 الايزو باي ديفولت. طيب خلي نسكر هذه قبل لا نضيف اي قطعه. راح نشتغل على ايش؟ على الموديل تبع التايتل بلوك وغيره من والبرواز وكله. اول خطوه راح نعمل ايش؟ راح نعمل سيف اس حفظ، راح نحفظ هذا الموديل. نحفظ هذا الموديل نسميه مثلا A4 template. A4 template. ليش template؟ لأنه خليه فاضي وكل مرة نسحبه ما راح نعيد التايتل بلوك مرة ثانية، ما راح نغير فيه إلا الاسم، اسم القطعة أو السكيل أو شيء بسيط يعني، ما كل مرة راح نعمل إيش؟ راح نرسم البرواز وراح نرسم كل شيء. تمام، هذا ليش سجلناه تمبلت. نجي هنا على الشمال ونعمل رايت كليك على شيت 1، نعمل رايت كليك. اول شيء نمر الى بروبرتيز، نفتح بروبرتيز. هنا لابد من انه نفعل ايش؟ فيرست انجل، فوق في الوسط فيرست انجل، لانه احنا شغالين فيرست انجل. طبعا اللي يشتغل ثيرد انجل ما هو غلط، لكن احنا نتفق من الان حتى في الاكزام فاينل اكزام لابد انه الشغل يكون فيرست انجل عشان نكون متفقين. نعطيها اوكي. طيب وبعدين نعيد مره ثانيه رايت كليك على شيت 1 ونيجي للنقطه الثانيه اديت شيت فورمات. اديت شيت فورمات تضغط عليها. وش تعمل هذه؟ طبعا يعطيك الامكانيه والصلاحيه انك تكتب في خلفيه الورقه اللي موجود فيها ايش؟ موجود فيها البرواز، موجود فيها التايتل بلوك. احنا راح نعمل ايش؟ هذا كل راح نشيله ونعيد نرسم من جديد. هذا كل راح نشيله ونعيد نرسم من جديد. طبعا احنا محتاجين هنا الكادر الخارجي، فخلي نحتفظ به الكادر الخارجي. نعمل ايش؟ ونعمل تحديد الى هنا. ديليت. ثم هذا ديليت. طيب اف. نحتاج الخارجي هذا الكادر الخارجي عشان ايش؟ عشان نحدد المقاسات. طبعا الكادر الداخلي اللي دائما وابدا نستعمله هو ايش؟ 10 ملم من كل جهة. نرسم ريكتانجل سمارت دايمنشن ونعطي كم؟ 10 ملم من كل جهة بالسمارت دايمنشن. مقاسات 10 ملم من هنا و10 ملم من هنا. يمين 10 ملم من تحت
10 مللي من هنا. اوكي 10 مللي من هنا، ممتاز. رسمنا الكادر هذا. طيب في شغلة هنا مش عجباني، انه الكادر الكبير هذا ما هو على حدود الورقة. طيب بسيطة، كنترول A بنشيل كله، كنترول A ديليت ونعيد نرسم حدود الورقة اللي هي كم؟ اللي هي الطول 297 والعرض 210. شيل سمارت دايمنشن وخلي نجيب الريكتانجل على حدود الورقة. ميتين وسبعة وتسعين، 210، والريكتانجل تروح بالزوم كده 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 زوم، تخلي نعدلها على حدود الورقة. طيب أكبر قدر من الزوم، ايوه من هنا. اوكي هنا تأكدنا انه هذا الريكتانجل يعني على حدود الورقة. طيب الآن راح نرسم، طبعا أعطيك نعمل سيف قبل كل شيء، أعمل حفظ، وبعدين نرسم المستطيل الداخلي اللي هو يبعد من كل جهة كم؟ يبعد من كل جهة 10 ملم من هنا إلى هنا، 10 ملم، ثم من هنا إلى هنا 10 ملم، ثم من هنا تحت أيضا 10 ملم، وأيضا من فوق مسافة 10 ملم. ممتاز. بعدين راح نرسم التايتل بلوك تحت، طبعا راح نرسم على السريع عشان ما نضيع الوقت. راح نرسم خط أفقي يربط بين خطين، نحدد المسافة مثلا، نقول انه هنا مسافة 20 ملم، اوكي، ثم نرسم خط فوقه هنا خلينا نشوف الفورمات اللي عندنا، 20 هذه خلينا نعملها 10، مسافة 10 ملم، وبعدين راح نعمل خط هنا
يبعد كم؟ 20 مليمتر. تمام، نعمل سيف. خلينا نشوف الفورمات اللي عندنا، أو 25 مليمتر. طيب تمام، عفوا، هذه نهايتها 25 مليمتر. أوكي، حفظ. وبعدين عندنا خط عمودي كذا، أتوقع إنه يبعد من هنا إلى هنا مسافة كم كم كم؟ أتوقع 110. هذا خلينا نشوف، إيه تقريبا 110. حفظ. طيب قسم هذا إلى 2. طيب أوكي، في عندنا خط هنا عمودي، وفي عندنا هذه على 2. وفي عندنا هذه على 2. طيب في عندنا ايضا هذه على 2، بس اتوقع انه خلينا نعدل هذه 20 بتكون 15، وال 25 هذه بتكون 20، عشان كله يجي كم؟ 45. ممتاز. من هنا إلى هنا 10 مليمتر على النص، والمسافة هذه من هنا 40، والمسافة هذه بتكون 40، والمسافة هذه بتكون 30. ممتاز، حفظ. انهينا التقسيم. طيب هلا راح ندخل المعلومات اللي عندنا، مثلا كيف نكتب داخل هذه المساحات. نروح على annotation، شايفين annotation هنا ال A note، او انك تيجي تعمل رايت كليك هنا annotation note زي ما تبغى، تعمل note وتضغط هنا، فتح لك مجال للتكست. راح نكتب ايش هنا؟ راح نكتب King Khalid University. داش College of Engineering، ثم تعمل ايش؟ يمديك تغير التكست، مثلا تعمل كنترول A عشان تحديد الكل، ممكن نعمله بولت، ممكن نعمله أكبر، تيجي هنا نعملها مثلا 18، ممكن تغير اللون، أوكي؟ تخليه سنترد، نعمل نسكر عليها كده وتضغط هنا. طبعا طلعت لك هذه الثانية، تعمل اسكيب كده. طيب عايزين هذه موسطة على المساحة بس، راح نعمل ايش؟ نضغط عليها دبل كليك تفتح معانا، راح نعمل ايش؟ نشيل الداش، نعمل انتر، ثم نعمل كنترول A تحديد الكل، سنتر، اسكيب، تضغط عليها وتحولها في اي مكان تبغاه، نخليها وسط هنا. ممتاز، نعمل حفظ. طيب شو المعطى الثاني اللي معانا؟ name id serial number، نجي هنا راح نفتح ايش؟ name، اوكي عفوا نكتب بالعربي هذا name 2 points، escape، escape مرة ثانية. تمام، راح نكتب هنا ايش؟ الـ ID number،
الرقم الجامعي ID Escape مرة مرتين. تمام، يمديك تغير مكانها هنا، تحط مكانها. كده في الوسط مكان الـ ID، هنا النيم الاسم. طيب هذا الصغير مش نكتب فيه، هنا نبغى نكتب ماذا؟ سيريال نمبر. سيريال نمبر، سيريال نمبر 2 points. escape escape مرة ثانية. تمام. طيب ايش في غير coordinator؟ طيب هنا، طب نعمل حفظ، نيجي نفتح نوت هنا coordinator دكتور أمير قسنطيني، بس يبدو أنه كبيرة شوية على التكست، فنعمل إيش؟ نروح نعطيها كم؟ 13. Escape. طيب وش غير؟ نعمل حفظ، يلا نجيب نوت تحت، نوت هنا عشان السكيل، عادة ما يكون السكيل واحد على واحد، لكن لو تغير لابد من، لو كان واحد على اثنين أو غير لابد من تغييره. تمام. طيب اسم القطعة اللي راح نشتغلها مثلا، خلينا نضيف هنا مثلا راح نشتغل الشافت، نيجي هنا تحت راح نكتب ايش؟ شافت، خلينا نكبرها شوية، هذا اسم القطعة شافت. اسكيب مرتين، خلينا في الوسط، ايش في عندنا غير؟ موديل انجينيرنج دراونج 2. طيب نعمل حفظ، نوت، يلا موديل موديل انجينيرينج دراوينج 2. طبعا يبدو انها كبيرة شوية على المساحة المخصصة لها، نحددها ونصغر شوية، نعطيها مثلا 11، ايوه 11 كويس، نوسطها، ممتاز. طيب هنا بيكون مثلا هل هو exam، هل هو mid، هل هو final exam 1، هل هو ايش، هل هو class work course work. طبعا هذا class work مثلا، خلينا نعطيها class work، هنا راح نعطيها class work، خلني نقول اليوم الأسبوع الرابع، class work السابع مثلا أو الثامن، أو خلينا نعطيها أي رقم، أي رقم. طيب ممتاز. لم يبقى معنا إيش؟ طبعا حفظ، لم يبقى معنا إلا رسمة الكون هذه، عشان يعني نقول إن إحنا في الفيرست أنجل أو في الثيرد أنجل، هذه ممكن نجيبها من أي مكان، أو ترسمها هنا سكتش، ممكن تعمل إيش؟ نعمل زوم عليها هنا، نرسم هنا مثلا دائرة داخل دائرة. اوكي سنتر لاين، نعمل سنتر لاين هنا و سنتر لاين
من هنا، وبعدين نجيب إيش أو حتى لاين، ما في مشكلة يعني. لاين ونسكرها من هنا. وبعدين لاين لاين من هنا ولاين من هنا، لاين من هنا بدون مقاسات كده على السريع. ثم هذه ديليت، ثم هذه ديليت، ثم هذه ديليت، ثم هذه ديليت. طبعا اكيد انتم ملاحظين انه الشغله هذه اسرع بكثير من ايش، من اوتوكاد. هذا السنتر لاين، خلينا نعطيها سنتر لاين ثاني. ممكن نضيف السنتر لاين من انوتيشن، طبعا سكر هذه، نروح انوتيشن تمام. طبعا هنا ما فعلها لكن ما في مشكلة، خلينا نعيدها بالسكتش سنتر لاين، ونعطيها سنتر لاين. طبعا الصح هو ايش، حفظ الصح انه هذا السنتر لاين، هنشيله هذا، ديليت ديليت. الصح انه يكون كل مسقط عليه سنتر لاين. ممتاز. ايوه عشان يجي كروس في الوسط. طيب ممتاز، الى حد هنا نعمل حفظ، نضغط F عشان تجي كلها، انهينا التمبلت. طبعا عشان ما تطلع معنا في البرنت يمديك تخليها كده عشان المقاسات، لكن عشان ما تطلع معنا في البرنت نروح للمقاسات كلها هذه ونعمل ديليت. هذه المقاسات كلها ما نبغاها، نعمل ديليت. ونشيل كل المقاسات كلها، نضغط على F، نعمل حفظ، ثم بعد ذلك نعمل إيش؟ رايت كليك على شيت، شيت 1، رايت كليك، إديت شيت، إديت شيت، وهلأ نعمل حفظ، شايفين اللون الأخضر والأصفر الأزرق الأخضر، هذا الأحمر والأخضر، هذا عشان ريبيلت، نعطيها ريبيلت ما في مشكلة، نعمل سيف حفظ. هلا ما يمديك تتصرف، شايف هذا صار في الخلفيه، كله التكست كله في الخلفيه، الرسمه كلها في الخلفيه. هلا راح نضيف عليها ايش، راح نضيف عليها المساقط كلها. طبعا هنا نتوقف مع هذا الفيديو بس رسمه التابلت، خلال 10 دقائق راح نرجع ونرسم رسمه الايش، راح نرسم رسمه المساقط على البراكت.